الدفوع كما تعلمون إما دفوع موضوعية وإما دفوع إجرائية. الموضوعية بتتجه إلى ثبوت التهم، الوقائع، تتكلم عن الوقائع. الدفوع الموضوعية كلها متعلقة بالواقعة والأدلة، ودي كلها دفوع موضوعية. والدفوع الإجرائية إما أنها تتصل برفع الدعوة أو باتصال المحكمة بالدعوة أو بالدعوة نفسها حية ولا غير حية ولا منقضية ولا ما تمتش، والتحقيق والمحاكمة إلى غير ذلك. وبالتالي الدفوع بتختارها وتحددها، هل أنت دفعك موضوعي ولا إجرائي. ورغم التمييز بين الدفوع من ناحية الموضوع ومن ناحية الإجراءات، منها ما هو جوهري ومنها ما هو غير جوهري. اللي جوهري واللي تقدر تبطل بيه الحكم ليس الدفوع الذي تحاول تشكيك المحكمة في التهمة، وإنما الدفوع الذي تريد فيها الوصول إلى حل قانوني مؤكد. زي مثلا الدفع بجنون المتهم غضبا عن المحكمة أنها تجيبك أو لما ترفضه تعلل هذا الرفض، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية، الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي، الدفع بأي سبب قانوني، ما حصلتش شكوى، ما حصلتش إذن، ما حصلتش طلب، يؤدي إلى تغيير مصير الدعوة. أما الدفوع المتعلقة بتشكيك المحكمة ولا تسأل، قد تكون غير جوهرية وأنها تثير الشك فقط في اقتناع المحكمة، يغلفها ويضع لها غلافا جوهريا، مثل الدفع لو قلت تعذر الرؤية لأن الدنيا ضباب أو الدنيا ليل وما فيش مصابيح موجودة. لو قلت فقط الدفع بتعذر الرؤية لأنها ظلام، يمكن للمحكمة ألا ترد عليك. وإنما لو طلبت طلبا جازما جبت شهادة من الأرصاد الجوية وكلامي مشي، أو تعمل معاينة أو تثبت إن مفيش مصباح، تشفع كلامك بتعذر رؤية بطلبات معينة جازمة، لو المحكمة ملزمة بالرد عليك وإلا كان الحكم باطلا، تقدر تبطله أمام محكمة النقض. وهنا كم يخسر محامون من القضايا في الدفوع من حاجة واحدة، الدفع الجوهري يجب أن يتمسك به في نهاية المرافعة، وإذا تعدد المحامون، محكمة النقض هي اللي بتقول كده مش أنا اللي بقول، وجاء المحامي الثاني وما قالش، ما تمسكش بنفس الدفاع الجوهري، يقول لك الدفاع وحدة متكاملة، يبقى تنازل. ولهذا يجب المحامي اللي تمسك بالدفاع الجوهري إما يوصي زميله اللي هيترفع بعديه أو هو يكمل كلام. ولهذا المحامي من الطر الآن في القضايا اللي فيها دفوع أن نكتب مذكرات زي المدني بالضبط، حتى نكمل أي نقص في محضر الجلسة أو أي نقص يتفاداه أو الدفاع في هذا الشأن. ويهتم المحامي بأن يضبط في محضر الجلسة تقديم المذكرة، وإنما في المذكرة
يجب أن يشفع لو له دفوع جوهرية أن يشفعها في الطلبات الختامية. لو قالها راغي في النص وفي الطلبات الختامية لم يتمسك بها، ويقول لك محكمة النقض يعتبر متنازلا عنها. لهذا يجب الحرص على أن تكون نهاية المرافعة هي التمسك بهذه الدفوع الجوهرية، وإذا تعددت في محامون يجب المحامي الأخير يتمسك بها. ولكي تتفادى ذلك قدم مذكرة تكتب فيها هذه الدفوع في الآخر، وتعنى بتقديم بأن المذكرة قدمت وسجل ذلك في محضر الجلسة. هذه أخطاء لا دخل للمحامين فيها، وإنما تعتبر ثغرات إجرائية تمكن المحكمة من رفض هذه الدفوع الجوهرية التي يترتب على قبولها تغيير رأي في الدعوة. ولهذا حرصا منك على هذا يجب أن تكون دفوع الطلبات جازمة، زي ما بتقول محكمة النقض تقرع سمع المحكمة، مش تقولها كده يعني كأنك ماسك جرز وبجاي على ودنها كده بتجلجل بالجرز. ثانيا تقولها قبل قفل باب المرافعة، مش بعدها تقدم مذكرة بعد ما المتقفل، لا لا. هذه من ناحية الدفوع موضوعية وإجرائية، ودفوع جوهرية وغير جوهرية.